هذا وتعتز شرطة البحرين بالشراكة مع كافة فئات المجتمع باعتبار أن أمن المجتمع قائم على أن يؤدي كل فرد دوره ومسؤولياته. وفي يوم شرطة البحرين يعبر المواطنون عن تقديرهم لرجال الشرطة والتزامهم بأداء واجباتهم. تحظى شرطة البحرين من خلال أدوارها الأمنية والتزامها بالواجبات والمهام المنوطة بها بتقدير مجتمعي كبير، وهو ما يعبر عنه المواطنون والمقيمون في كثير من المناسبات، ومن بينها الاحتفال بيوم شرطة البحرين. يبارك إلى جميع أبناء البحرين هذه النعمة. هذه النعمة دائما تخلينا إحنا كمواطنين نسعى إلى تحقيق أهداف البحرين وتحقيق أهدافنا الخاصة والعامة، بحيث إن إحنا نوصل إلى أفضل الأماكن ونوصل إلى أفضل أهداف إحنا نسعى لها في حياتنا. تواجد الشرطة وتواصلهم معنا بشكل دائم، وتواجدهم في الشوارع حول المدارس عند المستشفيات عند الأسواق، الحمد لله هذه من أكبر النعم اللي تتواجد عندنا في مملكة البحرين. احنا هذه المسيرة هي ليست مسيرة الشرطة لوحدها، هي مسيرة شعب كامل. احنا لازم كلنا نكون متكاتفين وكلنا نكون يد واحدة ونسعى إلى هذه المسيرة. أشكرهم على تطورهم والتطور الملحوظ في الأمن والأمان اللي وفروا لنا، واللي قاعدين نستشعر فيه، حتى مو احنا، حتى الوافدين والسياح والجميع يشيد فيه. معاملة شرطة البحرين راقية جدا. بالنسبة لي البحرين بلد آمن وشرطتها في قمة الاحترام، ويمدون يد العون للجميع ولنا كسياح أيضا. طبعا احنا لما نشوف الشرطة منتشرين في كل مكان، في الأماكن العامة، في الأماكن السياحية، نشعر في الإطمئنان ونشعر في الأمن، ونشوف الشرطة موجودين ومنظمين الأمور، الحمد لله، أكيد يشعر بالارتياح التام. الحمد لله، هذا شيء طيب، وهذا بفضل الله ثم بفضل الله وجود الشرطة في كل مكان. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في مملكة البحرين. دور الشرطة واضح في حفظ الأمن، سواء كان للمواطن أو المقيم أو حتى ضيف المملكة، وهذا الشيء اللي جميعنا نستشعره. الإشادة بدورهم الفاعل في تفعيل الشراكة المجتمعية وتواصلهم الفاعل مع الجمهور ومع المواطنين البحرينيين من خلال تواجدهم على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واللفتة الكريمة اللي تمثلت بفتح خط خاص للصم لتلبية نداءاتهم واحتياجاتهم. إن تحقيق الأمن وتعزيز السلامة العامة مسؤولية مشتركة، فالتكامل بين رجال الأمن والمجتمع أمر أساسي ويمثل محورا مهما في منظومة العمل الأمني وصولا إلى تحقيق الأمن الشامل.